غتسد لي الباب مع الثلاثه مسكين مول تريبورتور اش غياكل بنادم اش غيدير عنده تريبورتور معيش بيه الولاد خلص بيه الكرا والماء والضو بزاف خصهم يحسوا بينا اخويا ملي غنخرج انايا عندي 23 عام انا تا هو تقريبا اش غيخرج يدير هذا واش غنخرج ندير انا اخويا بغيت نسولك اخويا دابا حنا كنا كنبقاو هنايا حتى للمورا 3 د العشيه كنبقاو حتى للعشيه دابا بيني وبين غنضرب 3 اش غنمشيو نديرو حنا غنمشي نوقف في الدريبه نبقى واقف مع بنادم ما عنده ما يده غنمشي غنبقى واقف معاه انتم راك عارفين حنا اش غنمشيو نديرو بلا ما نقول لكم انا اش غنمشيو ندير وحنا اصلا اخويا نفيقو مع 3 د الليل هنا راه ما كنفيقوش مع 3 د الليل كندخلو حتى 7 ونص ديال الصباح راك عارف كاين البرد وكذا وهادي كنفيقو 7 ونص 8 عاد كتدخل كضرب جبريكو ولا 3 كتلقى له وحده ديال النهار هي بحال دابا كتبقى ساعتين كيجيو كيجريو علينا كيجي كيطلع بوليسي كيحيد لك الوراق كدا انا ماشي ضد المخزن وكدا مور ثلاثه صافي كيخرجونا كامل ما عندنا فين غنمشي كنمشي لبلاصي انا راه موطوري كنمشي كنباش وعشيري حتى هو كيمشي كي بلاص الدراري كاملين هما شوف ما كاينش شي واحد عنده هضره بورتو شي يدير اخويا انا من 2018 وانا في السوق انا موطوري من 2018 وانا في السوق يعني كان التوقيت 24 الوقت عادي دارو واحد اللقطه واحد شويه واحد بيريد وحيدوا عاوتاني ما سلكاش ولكن دابا عاوتاني اخويا انت كتشوف لا اله الا محمد رسول الله جاي كبار حبطوا تشكيو على راسكم هبطوا الناس حنا تريبورتور اخويا ما دابا تريبورتور اخويا ما كاينش اللي غيدوي فهمتيني دابا تريبورتور ما عندوش واحد كعارف انا من المجتمع ما حاقرين تريبورتور شكون واقعي ما كاينش اللي غيدوي ما عندنا لا نقابه ما عندنا حتى واحد غير بغيت يدوي هذا غندوي انا ما يمكنش يدوي واحد خذوا كل شيء هبطوا الناس مسؤوله الجماله كذا هبطوا عندهم ولكن ما داروا معاهم والو صافي الناس عندهم الجماله كيدخل فياج بزباله ديال الفلوس وقالوا لي راه ساهل اذا ما جابش نشد واحد قانون طبق على كل شيء ما غدوش اي خويا راه ما قانون موال كنا كنبقاونا كنترزقوا على الله فهمتيني كتحول كذا الاداره دابا ما مشيتوش عندهم انتم مدويين هبطوا الدراري هبطوا هبطوا كيجيو مال الوقت كيديو يعني من وراء ثلاثه كترزقوا كندبروا على راسنا اخويا كنخدموا مع الجماله كنخدموا كاين الدراري كيجيو كيتسوقوا كتقد سالي لي السلعه كيرجع كيتقدى حتى هو كنديو كنحاولوا السلعه كنزلوا الخاوي دابا كتخرج كتمجي كتمجي راجعه بالخاوي باغا تشد لاكارت ديالك حاطها عند مول الخاوي ما كيخليكش الاخر تدخل يقول لا خويا راه خرج كتخرج غتزر لي على البلاصه انتما شنو كطالبوا كاتو خويا حنا كنطالبوا اخويا من الناس اخويا نقصوا لنا شويه من الجير هذا المارشي من القوانين اخويا راه كدروا علينا القوانين اخويا داروا لنا بيرمي عربات ولات هي بيرمي درنا معاهم بيرمي داروا لنا اخويا ليسانس ما 14 درهم بلاكه درناها لا لا اخويا ما عرفت لا سيروس كنا كنصوريو ب 16000 ولا كنصوريو ب 48000 اخويا راه قاووا علينا القوانين اخويا راه لا اله الا محمد رسول الله شنمشيو نديرو اخويا عاد زايده التوقيت جديد عاد زايده التوقيت جديد يلاه انت داخل مع تسعود تخيل معايا شو دابا كازا كيدير بالتراموا شو كازا كيدير اللي كيخرج ما كيبقاش يرجع للمارش كيجيك بريكول للمدينه كتقول لي خويا اسمح لي اش بغيت غتبقى تما ساعتين دابا ضربتي الجبريكولات ضربتي الجندرم خاصك تجي السويع ضرب الجبريكولات للمدينه 500 ليسانس غتمشي راجع غتلقى له وحده والتوقيت الجديد اخويا راه ما مسلكش شي واحد هنا اللي غتسولو على التوقيت الجديد غيقول لك انا اخويا ما فهمتي كما قال الدري قال لك اخويا راه كنمشي كتبقى تبقى خدام ورا الثلاثه شو دور المارشي الشغيبه كل شيء خدام كل شيء كيترزق على تسد لي الباب مع الثلاثه مسكين مون تريبورتور اش غياكل فين غيمشي عنده لا سيرو بدي مع تسعود ولا العشره يلاه كيفيق يلاه كيدير يلاه خاصو كتلقى ليسانس ما عندوش كيمشي خاصو يدي شي بريكول باش يدير ليسانس وفين هو نهارو فين هو ولادو ولا كان عنده مولا وليدات ولا كان كاري اش غيخلص اش غياكل واش غيدير واش فهمتي بالنسبه للتوقيت اخويا التوقيت راه ما مسلكناش مع الثلاثه التوقيت راه يديروا الربع يديروا الخمسه واش فهمتي اش كيبقى بنادم هنا يدبر على راسه شو تقول الاداره ديال الاداره كنطلب منكم الاداره تقاو منا وجا الله ويحاولوا لنا التوقيت راه ما مسلكناش ورمضان جاي راه جاي رمضان اخويا راه بنادم اخويا لا اله الا الله نمشي للفطور وكنخدموا مورا لا اله الا الله اخويا فهمني بنادم اش غيدير عنده تريبورتر معيش بيه الولاد وكيخلص بيه الكرا والماء والضو بزاف واش فهمتي اخويا؟ ونتمناو ان شاء الله يكون خير اخويا هذاك الشيء الله يحسن العوال الجامع اخويا امين اخويا حنا بغينا ماشي مغاربه اخويا خصهم يحسوا بينا حنا اخويا هاد الناس خصها تحس بينا اخويا هاد الناس اخويا ملي بطاطا البصله كذا انت راك عارف الاشمين حنا ما غندويوش على الاشمين خصهم يحسوا بينا اخويا ملي غنخرج انايا عندي 23 عام هذا تا هو تقريبا اش غيخرج يدير هذا واش غنخرج ندير انا من راسك انت بوليسي رجل ام خارج دير خدمتك غنبان لك انا واقف في الدريبه
راه تقول لي لاكارت تاع قهوية من مارشي اخويا مخبي هنا راه ضاربين لحبس الاول راه نيفو باك اخويا ندبر على راسنا اخويا ما كنسعاو حتى شي واحد حنا كنخدموا على كتافنا سلام جبنا حالات ما عطاونا والو عطاونا بتساع وتقاو فينا وجه الله يرجعوا لنا القانون ديالنا. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.